ومعنا هاتفيا من اسطنبول السيد نبيل بكاري الكاتب والباحث السياسي اليمني. مرحبا بك يا سيد نبيل. ميليشيا الحوثي اذا تهدد بقطع الملاحه في البحر الاحمر مع استمرار العمليات العسكريه على الحديده، كيف تقرا هذا التهديد وما تبعاته؟ مثل هذا الخطاب الارهابي هو ليس بخطاب جديد على سلوكيات وممارسات جماعه انقلابيه متطرفه طائفيا ومذهبيا. أن تطلق مثل هذا الخطاب الذي بشكل يمثل تهديدا واضحا لأمن وسلامة التجارة خطوط الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر. فضلا عن ذلك، أنا باعتقادي مثل هذا الخطاب كارثية أن يأتي هذا الخطاب مباشرة لمبعوث أو لنائب المبعوث الأممي لليمن في تحدي واضح للشرعية الدولية وتحدي واضح للمجتمع الدولي، لكن للأسف لم نشهد أي رد من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة حول مثل هذا الخطاب الإرهابي. هذا خطاب أشبه أكثر إرهابا من خطابات داعش والقاعدة التي كانت في الفترة الماضية. إلى أي مدى تعتقد سيد نبيل أن العمليات العسكرية على الحديدة يمكن أن تنهي وجود ميليشيا الحوثي هناك؟ طبعا أيضا من انعكاسات مثل هذا الخطاب او من دلالاته انه يعبر عن حاله انهزام كبيره، وهو فعلا ما تحقق خلال الاسابيع الماضيه من تقدم كبير للقوات الشرعيه والمقاومه الوطنيه هناك في الساحل الغربي او ايضا في منطقه الجوف ومنطقه البيضاء وبعض هذه المناطق. ايضا هناك تقدم كبير للجيش الوطني باسناد من التحالف العربي وانهيارات لجبهات جماعه الحوثي، ويأتي هذا الخطاب المتشنج والخطاب المهدد بهذا الشكل هو تعبير عن حالة انهيار وارتباك لجماعة الحوثي. ماذا عن حكومة الرئيس هادي؟ إلى أي مدى تعتقد أنها ستنجح في حسم الملف عسكريا؟ باعتقادي الملف العسكري هو ينقصه فقط إدارة أو إرادة سياسية حقيقية من التحالف العربي ومن الشرعية اليمنية. لأن هناك مرفوع أمامهم من قبل المجتمع الدولي مشكلة أو مسألة المفاوضات السلام، ويتم الضغط بها كلما انحشرت جماعة الحوثي في زوايا ضيقة من المشهد العسكري، كلما خرج المجتمع الدولي والمبعوثين الأمميين بالحديث عن السلام وعن مباحثات السلام، دلالة واضحة على وجود نوع من التواطؤ مع هذه الجماعة في الحالة اليمنية. من يملك برأيك قرار استئناف عملية السلام في اليمن؟ وما السيناريوهات المطروحة بشأن ذلك؟ باعتقادي الحديث عن السلام في اليمن اليوم بات أكثر تعقيداً ولم يعد خياراً منطقياً أصلاً بالنظر لهذه التطورات التي نراها من تقدم للشرعية وانهيار لميليشيات الحوثي. فضلاً عن ذلك، الخيار الانتحاري الذي ترتكز عليه جماعة الحوثي في تعاطيها مع المشهد اليمني عموماً، حيث أنها تذهب في أقصى حدود لتهدد سلامة طريق الملاحة البحرية، في دلالة على أن هناك جماعة انتحارية لا يمكن أن تقبل بالسلام إلا تحت رحمة الحسم العسكري والانتصار العسكري. شكرا جزيلا لك السيد نبيل بكاري هاتفيا من اسطنبول.